أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجد دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه طقس النهاردة هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد ولحد القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة هيكون في نشاط للرياح على كل الأنحاء. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. بداية عايزين نطمن على حالة طقس اليوم. هو طبعا احنا مستمرين في الاجواء الحاره فتره النهار، استقرار في الاحوال الجويه، طبعا انكسار لموجه ارتفاع درجات الحراره اللي كنا بنشهدها الايام الماضيه، بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، ده هيساعدنا اكتر على الاحساس طبعا بالاجواء المنخفضه خلال انخفاض في درجات الحراره خلال فترات النهار. يعني الطقس خلال فترة النهار احساسنا بيه هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، محافظات جنوب سيناء مائل للحرارة على محافظات السواحل الشمالية، ايضا بيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل الاجواء بتكون لطيفه تماما على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد معتدله على جنوب البلاد، ايضا بتتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هي شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني بتبدا في تكوين من الساعه 3 او 4 الفجر وبتستمر حتى الساعه 7 صباحا، مع سطوع اشعه الشمس بتبدا الشبوره المائيه في التلاشي وما بتاثرش تماما على حركه المرور. بالإضافة كمان أن اليوم طبعا متوقع اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وده طبعا هيسمحوا بكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. كمان احنا متوقع طبعا استمرار هذه الأجواء إلى نهاية الأسبوع، يعني غدا إن شاء الله كمان يوم السبت بإذن الله، واعتبارا من يوم الأحد تبدأ تدريجيا درجات الحرارة ترتفع. طب متوسط درجات الحرارة يا دكتور هتبقى كام بداية من الأحد؟ يعني احنا خلينا نقول ان احنا خلال هذه الفتره ما بين ال 34 وال 35 درجه مئويه، بتبقى من يوم الاحد تكون 36 و37 درجه مئويه، هنحس اكتر بارتفاع درجات الحراره ان شاء الله من يوم زي ما قلنا الاحد، وهيستمر معانا على مدار الاسبوع المقبل باذن الله. طب بالنسبه للرطوبه والرياح يا دكتور؟ هو طبعا نشاط رياح هيكون اقل من اللي كنا بنشهده خلال الايام الماضيه، يمكن نلاحظه نشاط نسبي للرياح تحديدا على بعض المناطق من جنوب سيناء، بعض المناطق من شمال الصعيد، يعني مش هنلحظ نشاط قوي للرياح، فطبعا في اعتدال كامل في سرعات رياح على كافه مناطق الجمهوريه. بالنسبه كمان نسب الرطوبه مش مرتفعه بالشكل الكبير، هو طبعا بدات تدريجيا نسب الرطوبه ترتفع في الجو وكلنا حسينا بيها، وخاصه خلال فترات الليل، عشان كده احنا خلال فترات الليل الاجواء بنحس بيها اجواء لطيفة جدا او اجواء معتدلة. طبعا البرودة اللي كنا بنشهدها خلال الاسابيع الماضية في فترات الليل انتهت تماما بسبب كمان ارتفاع نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الليل، لكن طبعا ما نقدرش نقارن نسب الرطوبة اللي احنا بنشهدها خلال هذه الايام بنسب الرطوبة اللي احنا دايما متعودين عليها في فصل الصيف، لكن هي بدأت ترتفع تدريجيا طبعا قدوما لفصل الصيف اللي احنا بيفصلنا عنه حوالي بالكثير 3 أسابيع باذن الله. طب يا دكتور، مع استقرار نشاط الرياح اللي حضرتك ذكرتيه، طبعا حالة البحار بقى تبقى مستقرة مظبوط؟ بالفعل هي حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط معتدلة تماما، مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، يعني نقدر طبعا نستمتع بالأجواء الأجازة على البحرين الأحمر والمتوسط، ارتفاع الأمواج مش هيتجاوز 2 متر. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة، والبداية كالعادة هتكون من القاهرة اللي سجلت 35 العظمى والصغرى هتسجل 21، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 20، سيوة العظمى 36 والصغرى 19، بورسعيد العظمى 29 والصغرى 20، دمياط العظمى 28 والصغرى 21، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى بتسجل 20، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 20. هنروح للعريش، العظمى فيها 30 والصغرى 19، طابق العظمى 36 والصغرى 22، سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 27، الغردقة العظمى 34 والصغرى 26،
الفيوم العظمى 35 والصغرى 23، بني سويف العظمى 35 والصغرى بتسجل 22، المنيا العظمى كمان 35 والصغرى بتسجل 22. هنروح لأسيوط العظمى فيها 35 والصغرى 23، سوهاج العظمى 36 والصغرى 24، قنا العظمى 35 والصغرى بتسجل 25، الأقصر العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، أسوان العظمى 39 ودي أعلى درجة معانا النهاردة والصغرى بتسجل 26، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 26، شلاتين العظمى 35 والصغرى 26، وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 23. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لمصطفى ومنى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.